متابعينا الأعزاء في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية. خلال ساعات نهار يوم الأربعاء، حسب صور الأقمار الاصطناعية، سادت أجواء مستقرة في أغلب ومعظم مناطق المملكة. بعض الأنحاء المحدودة من مناطق الخرج وجنوب الرياض تعرضت للتشكل لبعض السحب الركامية الرعدية لفترة قصيرة، لأن السبب الأساسي للأجواء أنها كانت مستقرة بوجه عام. خلال الأيام والساعات القادمة يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تنشط سرعة الرياح الغربية فوق المناطق الشمالية كما تلاحظون، اعتبارا من ساعات صباح يوم الخميس من المتوقع هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية على معظم الأحياء الشمالية من المملكة، مسببة بحدوث موجات غبارية قد تكون كثيفة على هذه الأنحاء وربما تمتد إلى بعض الأجزاء الشمالية الشرقية. أيضا هناك رياح قوية على مناطق تبوك. سنستعرض معكم خرائط الغبار والتي تشير إلى ذات الأمر. السمة الأساسية للأجواء المتوقعة غدا نهارا هو هبوب رياح وغبار قوي على المنطقة الشمالية، بعض الأتربة المثارة في مناطق مختلفة من المملكة. إذا بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة العظمى غدا والصغرى الليلة التالية القادمة في محافظات ومدن المملكة، في سكاكا 34 إلى 20، في عرعر من 33 إلى 21، وفي تبوك من 32 إلى 19، مع أجواء مغبرة في جميع هذه المناطق. المناطق الغربية من المملكة المدينة المنورة 37 إلى 23 مع أجواء مشمسة، في جدة من 36 إلى 24، في مكة المكرمة من 39 إلى 26، وفي الطائف من 28 إلى 18 درجة مئوية مع أجواء مستقرة عموما. في الباحة من 25 إلى 18، في أبها من 24 إلى 16، مع فرصة لزخات محدودة محلية ورعدية من الأمطار فوق جبال جنوب غرب المملكة، وفي جازان من 34 إلى 30 درجة مئوية. في الإحساء من 40 إلى 27 وعودة الأجواء الحارة، في الدمام من 37 إلى 25، وفي حفر الباطنة من 39 إلى 24، وأجواء حارة بوجه عام تسيطر على عموم المناطق الشرقية من المملكة. بالنسبة للعاصمة الرياض، يطرأ ارتفاع فيها ملموس وكبير على الأجواء، درجات حارة تقريبا 38 درجة مئوية غدا في ساعات النهار والصغرى 21، مع أجواء حارة بعض الشيء. في القصيم كذلك الأمر من 38 إلى 21، وغبار يصل إلى مناطق حائل وتكون العظمى حوالي 32 درجة مئوية، في حين تكون الصغرى 21 درجة مئوية. طبعا كما تعلمون الخميس هو تحري هلال شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات وبالصحة والعافية. تشهد أجزاء واسعة من المناطق الشمالية غدا موجات غبارية، مما قد يعيق عمليات التحري لشهر هلال شهر رمضان في المناطق الشمالية، لكن أجزاء واسعة من المملكة تسود بها أجواء مستقرة وقد تكون فيها الظروف الجوية مواتية وملائمة لعمليات التحري هلال شهر رمضان المبارك، علما بأنه يتم مراقبة آنية للأحوال الجوية خلال ساعات نهار يوم غدا وإطلاعكم عليها أولا بأول أي ساعات نهار يوم الخميس. لكن على الجانب الآخر نستعرض سوية بشكل سريع مواعيد غروب الشمس حيث والقمر، حيث يمكث غدا متوقع هلال شهر رمضان، أو الهلال يتوقع أن يمكث بعد غروب الشمس فترة جيدة قد تصل إلى 25 دقيقة في بعض المناطق. ولكن بشكل عام مثلا في مكة المكرمة يغيب القمر تقريبا في الساعة 7:06، في حين يكون غروب الشمس في الساعة 6:43، أي يمكث تقريبا بحدود 21 إلى 23 دقيقة. في جازان من 56 إلى 26 تقريبا الفرق. نأخذ مثلا في تبوك من الساعة 7:26 يغرب القمر، في حين يكون غروب الشمس في الساعة 7:04. في الدمام تغرب الشمس في الساعة 6:08، في حين يغرب القمر في الساعة 6:28. وفي العاصمة الرياض تغرب الشمس تقريبا في الساعة 6:19، في حين يغرب القمر في الساعة 6:41. طبعا سنكون معكم في بث حي ومباشر وتغطية مباشرة لنتائج تحري هلال شهر رمضان المبارك بمشيئة الله تعالى. إذا تحدثنا أنه فلكيا شهر رمضان سيكون في الأول من شهر سيكون يوم الجمعة الأول من شهر رمضان من الناحية الفلكية، نستعرض معكم كيف ستكون الأجواء في الثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان. في العاصمة الرياض 40 درجة مئوية العظمى يوم الجمعة، 24 أجواء حارة، لذا ننصحكم بالإكثار من شرب السوائل الباردة في فترات السحور. يوم السبت 41 إلى 27، كذلك الأحد 41 إلى 24، أجواء حارة للغاية على عكس ما كانت عليه الأيام الماضية. ولكن الأمر المبشر، هناك فرص لبعض الأمطار الرعدية في العاصمة الرياض،
وهذا أمر لم يحدث منذ وقت طويل أن يكون بدايات شهر رمضان مترافقة مع فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى. هذا كان كل ما لدينا، نلتقيكم في نشرات جوية أخرى، دمتم في رعاية الله. أود أن أنويكم أن هناك فيديو خاص عن كيفية وتفاصيل تحري هلال شهر رمضان، ندعوكم أن تروه، فهو فيه معلومات مفيدة عن هذا الأمر وهذه الشعيرة الهامة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.